يقول أدخل إلى بعض المساجد تكون واسعة، فأريد أن أدرك الركوع مع الإمام، هل يجوز لي أن أركع في بعض الصفوف ثم أتقدم إلى أن أدرك الصف؟ إذا كان هناك صف متأخر وركع الإمام فلينضم إلى هذا الصف ويركع ويكمل صلاته مع هذا الصف المتأخر إذا كان داخل المسجد. أما إذا كان ليس ثمة صف، ما هناك صفوف، ففي هذه الحال يركع، إذا ركع فإنه يركع دون الصف ولا يكون هناك من يصافه، فينبغي أن يأخذ بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما ركع دون الصف ثم تقدم، قال زادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا الفعل ثانية.